Zoé de Quilhão. الله معكم. بيخبروا عن شاب كان تاجر ناجح بتجارته، بآخر كل سنة كان يعمل جردة حساب حتى يشوف وين خسر وين ربح، شو الخطة اللي بده يتبعها لتحسين مداخيل الشركة أكتر وأكتر. كان كتير متطلب وما كان عنده قيمة بالحياة إلا للربح ولتكديس الأموال. بيوم من الأيام بيوصي ورا الناطور يلي بلغ السن القانوني وبيقول له: بعتذر منك، بدك تترك الشغل لجيب شخص غيرك لأنك صرت إنسان غير منتج. بيطلع في الناطور بكل احترام وبيقول له: يا معلمي، قبل ما فل اسمح لي وصيك وصية. الحياة سوق كبير، مثلين بضاعة، في بيع وفي شراء. بذكرك انه بآخر السوق في محاسبجي بدك توقف قدامه لحتى تسدد حساب كل مشترياتك. الرجال اطلع بالناطور الختيار وقال له: بشكرك لأنه بهالكلمات حسستني أني صرت بآخر السوق. زوادي بتقول له بتقلك: لما بتخلص رحلتنا على دروب الحياة وبنوقف قدام الديان العادل، ما رح يسألنا عن مصرياتنا ولا عن مراكزنا، رح يسألنا عن أعمال الرحمة يلي عملناها مع أخوتنا البشر يلي هني أخوته. والله معكن. زوادك اليوم. ثلاث دقايق يومية، صبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.